مرحبا واضح، اسمي يزن رزق من سوريا، عمري 26 سنة وحاليا مقيم في لبنان. موهبتي مرافقتني من الطفولة، كنت أفضل درس الرسم على باقي المواد بالمدرسة. حبيت أطور هاي الموهبة وأدخل كلية الفنون الجميلة والحمد لله قدرت أحقق هذا الهدف. خضت عدة تجارب بمواد مختلفة، منها الرسم على غبار السيارات، استخدمت القهوة. التجأت للطبيعة واستخدمت عناصرها بعدة لوحات. وآخر تجربة كانت لإلي بالمأكولات والخضار والفواكه. عطول بحب نوع بمواد اللي بستخدمها، بحب أعطي كل فترة شيء جديد ونوع بالمواد. ما بحب المادة تسيطر علي، عطول بحب تسيطر عليها وحركها مثل ما بدي. بحب وصل رسالتي لأكبر عدد من العالم، بحب شارك بمعارض عالمية وتكون لوحاتي تترك أثر عند العالم ويكون هالأثر إيجابي وجميل.